عاوز اتعرف على حضرتك. انت جاسوس؟ انت شفت رافت لكن؟ طبعا. انا بقى رافت لكن. بس هو حسن مدورها في الكلاس. يا خبر اسمك، ابني حسن بيتاجر في المخدرات. تاجر في المخدرات ايه يا هاجر؟ الواد في جريد 1. بكره تروح صالون الحلاقه ده وتطلب مني اعمل لك فوطه سخنه. انا عايز فوطه سخنه قبل الحلاقه. لو الموضوع ده عدى اتفرج انا هعمل لك ايه. بل اقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف دلوقتي حالا. خايف عليا ولا عليه؟ لو قتلك هموت. موتك ما يكفنيش. الفرعون اله قوي. الزمن واللي بيوريه لنا هو الاستاذ الكبير. عايز غزيه امي. لو كان في بين الحبايب ادب ما كانوش عملوا حاجات قله ادب. علي، وايه حكايه الكنز؟ مين منصور؟ اللي بيلعب منصور. العالي يا ولد، يا اهل الخير، حد يغثنا. ربنا ما يغرقلك ولايا. وما قلتش ليه انك ما بتعرفش تتنقل تعوم وانت بتقدم لها؟ يا عم هو انا بتقدم لعروسه ولا بقدم في كليه الشرطه؟ ضحين بيشرب سجاير. طب وحياه منى زكي عندك تساعدني؟ الله. طب ده ياسمين عبد العزيز تاكل ولا ايه؟ نفسي نقضي حياتنا هنا ونعيش على مركب. ليه هنتجر في الجمبري؟ انتوا مش خايفين؟ ننسحب ليه يا فندم؟ انا بقيت واحد تاني، انا نفسي مش عارف. هو البي ظابط ولا ايه؟ واضح من قعدتك على الجبهه نسيت المصريين. انا مش هجري ولا هدار منهم تاني. وما فيش حته تانية تضربوا فيها غير هنا؟ بيقولوا ان انت سبب ان احنا اتغلبنا من اسرائيل. المرحلة اللي جاية عايزة وحوش يقدروا يواجهوا العدو بأداء ما شافوش منا قبل كده. أنا حسين الصالح. ده منزل مهندس ده عرباج يا حنطور. أنا عندي شغل ومش فاضية لك. تعال اطفح. ليه أنت بتعاملني على إني بلاعك؟ خد سلك يا حبيبه. حسين أنت الجسم كله بيكهرب. ليه أنت بتغلى لو قرب منها تحصل قفلة؟ الواد ده شكله ملبوس يا باشا. يا اختي حسين ما فيهوش حته فاضيه ركب لك فيها الفيشه. يعني انا في الدين اصحى اقول للمتاح. على فكره انت بتكهربني، كهربتك كانت حلوه قوي. القهوه دي عدى عليها تاريخ شعوب وهي زي ما هي. من 20 سنه فاتوا كنا قاعدين في القهوه دي. سردين ابو الملايين هيبيعك هيبيعك. ايه اللي انا بسمعه ده؟ اول ما باجي هنا بحس ان في حاجه بتشدني في المكان. بورز. انا حضرت العقود بتاعت بيع القهوه. عرابي هما 100 متر ازيد اقل البحر هيبلعني. ها مر ابتدى. الحكايه ابتدت من 4 سنين باربع اهجرين ولا ايه؟ والله والله. بص عمر المر، ما تصلي على النبي يا رجاله، اللي ليه حق ماخدوش من الحديد. الرئيس عرابي، دعونا ننسى اخطاء الماضي ونعمل اخطاء جديده. بتيجي تعمل خير بتضطر تعمل حته شر صغيره. مسؤوليه كبيره ما يعرفهاش الا الكبار. عشان كده هصلح كل اللي فات. جدك حالته صعبه جدا. بيشرب سجاير ولا بيكلم بنات؟ عيب. ايه الصاروخ دي؟ وانا قدك كده سرقت تبرش من كلثوم. والله ما سامي.